كوكو البنات، صافا لاباس عليكم؟ كي دارت اموركم؟ هانيه بخير صراحه، توحشتكم بزاف. وكيف ما وعدتكم الرجوع لليوتيوب، و فريمون غيكون الرجوع بقوه لانني مجد لكم بزاف لي فيديو مونتين كنحط لكم كل نهار واحد. دونك اليوم صوت لا بيرمانونت، وجيت نتهلا في راسي عند من، تخيلوا معايا انا عند من. الصراحه تبدل عليا الصالون، داكشي ولا كلاس، حتى هو ولا كلاس، تبدل عليا ما عرفتوش. بلاتي نقول لكم دابا عند من ولا بلاتي دابا ولا بلاتي بلاتي، خليكم معايا تشوفوا النتيجه النهائيه وغادي تعرفوا عند من. البنات دابا غنبداو اللقطه ديالنا. دابا راه لاحظتوا كاين الفرق، كانت اون بريباراسيون ديال ايدغاتاسيون، سورتو انا وجهي في هاد لا بيريود هادي تينشف بزاف. دونك قولي شنو سميت ديك القضيه اللي ولاو تيديروا دابا الشفر هكا؟ بغيت نديرها تجيني زوينه، ديك اللي ولاو تيلصقوا الشفر هكا كيجيو كيفيكسيهم الشفر ولا الحجبان؟ نسيت، كتجي زوينه عندي ديال اناستازيا، تجي زوينه، تجي واعره هذيك هي الاخرى في فينيسيو، تجي معايا. ها هي تيطلعوهم واعره، ها دير بحال الوجال هاكا كتقبطهم كيبقاو مقبوطين هاكا. ديرها لي شوف، ماشي دابا باش ما يتخلق الناس داكشي. بيان سور سي حمزه في الشنو، شكرا. نزيد ولا وحده؟ وحده دير وحده لواحد كلشي ديالي. خدي البقاص زين، البقاص فين هو؟ اه باينه البقاص زين. غتخسر لي الريجيم ديالي. نادا فين؟ لاباس عليك؟ كيف كنتم مزيان؟ على خير؟ شحال هادي ماشي في القناة عندي؟ داكشي فاش قلت لكم كيبقيتو مزيان؟ إي والله، ها هو السي حمزة كيصاوب لي الميك اب، حمزة الغزالي. الله يحفظك. ما شاء الله البنات اللي لبيسات تبارك الله غزالين كيحمقو، حدا كتنسيكم. بغيت نوريكم المكياج واش نحرق، فغيمون بغيتي نوريكم تبارك الله اللبيسات والخدمة باليد. بيان سور ماشي داكشي ديال الماكينة، باش كتلبسي اللبيسات ديال الخوة. شوفو عاوتاني هاد اللبيسات الدوري دابا كليجة الدوري، كلها مطروزة ومنبتة باليد. بيان سور كلشي على حقو وطريقو. عاوتاني هنا شمن مكيازيتي، هدا سيتان فيغ غادي كيحمق هاد لوفيغ. نشوفو الخدمة كي دايرة. شوفو عاوتاني هاد لو جون، هاد لي غنبراكم، ولكن هذا اللي غنلبس دابا واعر. شوفو البيزا اللي غنلبس دابا، بيان سور مهمة داكشي الغزال، لي زاكسيسوار الذهب، البيزا مخدانية. مهم لي طاب الاولين كنت بلا صراحة، عمر ما حسب بيها هكا بالدرة غنجي فنة. كنشكر راسي، واخا ما نشكر راسي. تبارك الله على حمزة، الله يعطيك الصحة، فغيمون أبدعت، الله يعطيك الصحة. وين كبديتي؟ أنا قلت لك سير
سير سير سير دور 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 دور. خرجك من هنا. السلام البنات، تبارك الله لي توني فنين، لي زاكسسوار زوينين، حتى الميك اب حتى الحمد لله يعطيه الصحه. زعما كلشي زوين. البيسة اللي وريتكم توت علاخ كلها مخدومة باليد، كتجي غزالة. كتجي في الندبة هاد البيسة ديال العشاء، دير شي تعشاي بيها تفاصيل. يا لالا، ايش نقول لكم، حمقني الميك اب. لا يعطيك الصحه سيدي حمزه، يحفظك انتما. والله لا توب فريمون، جي ادوري. تهزت نعاود العرس، تهيت نكون عروسه من جديد. دابا كيصالو لوك، دابا درنا واحد جوج تالت فريمون كيحمق. كي جا غزاله حمقتني هاد المدشه هادي، هدف كريم بلي غوزاس ديال لي ديامون، فريمون كتشي فنه 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 فنه، كلشي غزال. الله يعطيك الصحه. ميك اب راه في كل لبسه كنبدلو، العكار كنبدلو، بحال كاين شي اكونبانيومون مع العروسه، فهمتوا؟ فريمون تكشيطه غزاله، واللبسه غزاله كتحمق، ولي زاكسسوار كلشي غزال. كوكو البنات، اليوم انا دابا صباح عروسه. صراحه داز البارح شوتينغ غزال غزال، سيتي صراحه بلا نوايا، ولكن كنقول شكرا شكرا ليهم بزاف، باسكو فريمون عجبني راسي. وسبحان الله حنا بالعيالات منين تنشوفوا راسو، خص المراه ديما تهلا في راسها. والله العظيم البنات ما تنساوش راسكم، ما تنساوش فريمون، تبقاو دينها في الشغل وهذا، تهلاي في راسك، صوبي شعرك، فريمون تهلاو تهلاو في راسكم، لان راه الصحه ما كدومش، وتهلاي في راسك باش انتي صالحي مع داتك. راه الا كنتي صالحه مع داتك وتايقه في راسك وعاجبك راسك كيف ما انتي، ما كيهمكش هضره الناس، انتي تكوني مقتنعه براسك، فكوني اكيده انك هتكوني امراه ناجحه في البيت ديالك، مع راجلك، مع وليداتك. غادي حبي راسك انتي الاولى باش تقدري، وعطي راسك القيمه انتي الاولى باش يقدروا الناس يعطيوها لك. راه ما يمكنش انتي ما عطيهاش قيمه راسك، ما حباش راسك، ما باغياش راسك، ما مهلياش في راسك، هامله راسك، وغتسيني من هذاك المجتمع، من هذاك لونطوغاج يعطيك هذيك القيمه. فامبوسيبل، وديما خلي هضره الناس ورا ظهرك، لان شحال من واحد كيهضر فيك وكيهضر عليك، وسورتو كتقاومي من العائله الله يخليك، كيهضر عليك ولكن هو راه ما كرهش يكون في بلاصتك. هذا الميساج بغيت نخليه لاي بنت كتبعني، ما عمرك تاثري، ولا كاينين شي عيالات اللي مزوجين بشي رجال اللي تيبغي ديما يحطمها. شوفي انا كيوصلوني ميساجات ديال العيالات مزوجين رجالات ديما تيبغيو يحطمهم، واخا تكون دير اللي دارت ما عمره ما تيحسسها بداك القيمه ديالها، واخا هو بينه وبين نفسه عارفها وعارف قيمتها وعارف الدور ديالها في حياته الا مشات، ولكن هو ما تيبغيش يعطي هذيك القيمه، ما تيقولهاش ليها. ولكن انت بينك وبين راسك ما تخليهش يحبطك، ديما انت عطي القيمه لراسك، وحبي نفسك، وتهلاي في راسك، ولبسي، ووفري وفري فلوس من المصروف. ما تبقايش توفري الفلوس باش تشريه الاثاث ديال الدار، شري وتكون دارك متوله وزوين، ولكن اختي وفري باش تهلاي حتى انت في راسك، ووفري باش حتى انت تكوني في ابهى حله، قدرتي ديري شي بروجي من الدار. راه شحال من مرا الصراحه هي ولات هزه الدار اكثر من راجلها، علاش؟ هو كان حتى هو موظف، راكم عارفين لي سالير ديال الموظفين ديالنا في المغرب، المعيشه غاليه، والموظف السالير ديالو يا اما كينقص ما كاينش كيزيد،
فدونك تتلقاي المراه والله الا شحال من عيالات معلمين عيالات تبارك الله اطر زعما في الدوله، وكتلقى السيده كدير دي بروجي ديالها مثلا كدير كطيب في الدار كتبيع لي فولا كتجيب بيجامه غير من هنايا وكتعاود البيع مع صحاباتها مع بنات الحومه ديالها، المهم كتوفر واحد المصروف ديالها شهري، وهذا الشيء راه كيكون بفضل انك تثقي في راسك وتثقي في القدرات ديالك وتخدمي على راسك. ويعني من ابسط الاشياء والله العظيم البنات الا كنهضر معكم ديال بصح راه حتى حاجه ما صعيبه لا، وانا خصني راس المال تقدري ديري شي بريوات وتبيعيهم ولا دير الناس. انا ناس كانوا كيجيو عندي عافاك ذوقي ها انت راه خصك بافارة تحشم وتشري من عندك، ولا عجبها الحال وجو الضياف منين خديتي هاد البريوات خديتهم من عند فلتان عطيني نمرة التليفون دخلي اليوتيوب تعلمي. دابا راه ولات تعلمي الفصالة تبارك الله، راه هي مدام امنية دايره لكم قناة على قد هاد الفصالة، تعلمي تفصلي تقدري تبداي تفصلي هكا غير في الدار تشريتو بكاينين واحد التوابات ديال الاكسبو تقدري تلقيهم بثمن جد مناسب تبيعيهم على لونطوغاج ديالك. كاين بزاف ديال الافكار وبزاف ديال الحاجات، خصي العزيمه وخص الشريك ديال الحياه ديالك يشجعك، ولا ما لقيتي الشريك ديالك يشجعك ويحبطك حيت كاينين شي الله يسمح لهم خصو يحبط المراه خصو ديما يخليها تحت منه باش عمرها ما دي. كاين الرجال كيبغيو هكاك المراه تبقى تحت الصباط ويشوفها عبده عنده، ولكن لا خص الراجل يخليك تكوني اميره في دارك. فدونك الله يلقينا مع ولاد الناس ويا ربي يغيروا العقليه ديالهم يغيروا خصهم هما يغيروا العقليه ديالكم، لان راه المراه اللي كتزيد بك القدام راه منين كتكون فرحانه في دارك راه كتعطي اكثر واكثر. دونك نتمنى ما نكونش طولت عليكم، تبارك الله على النقافه الجزائريه، تبارك الله على شرف الفوتوغراف ديالي اللي كنحمقوا عليه، تبارك الله على حمزه ساجد على الميك اب ديالو، وصراحه بقات بلا صحاباتي نهال وعفاف اللي كنموت عليهم، وفدوى حتى هي كنحمق عليها وعلى كل شيء. فريمون شكرا بزاف لانكم في حياتي، وامي امي اغلى ما عندي، وولدي وراجلي السندي في الحياه، فريمون راجلي صراحه كيشجعني وكيموتيفيني وكيقول لي ديري وخدمي وفعلي الله يخليه ليا. حاجه عمرو طمع ليا في شي حاجه ديالي هو تيدور فيا منين تم نخسر بزاف، وانا حيت شويه يدي متقوبه انا اللي بغي نقص لهم شعرو يجي عندي لاني يدي سخيه بزاف والله زعما ماشي تنقولها، ولكن تعرفوني وغادي تاكدوا من هذه القضيه. المهم دابا لقيتونا وصلنا البنكه غنختم الفيديو هنايا، كنحمق عليكم كنبغيكم والله تم من قلبي هذه الهضره ماشي على شي حاجه، ولكن فعلا لانكم سبب كبير يمكن قليل في اللي يقول لكم هذه الهضره، سبب كبير غيرتوا حياتي، ونتمنى نقدر نعاونكم وغنعطيكم افكار مشاريع اللي تقدروا ديروها من الدار وكيفاش تبداو من الزيرو. وفي كل فيديو غنعاون نخدم لكم وماشي غير غنبلا بلا غنقرا، وفريمون وليت كنفكر ندير دي فورماسيون دو كوتشين يعني حيت انا كيعجب نقدر نبدا انا ندير دي فورماسيون ونقرا باش نبقى نوجه الناس ونعاونكم، لان ما يمكنش نعطيوكم وحنا نربحو وانتم لا، باش حنا نربحو وانتم تربحو، وين وين رابح رابح.